السلام عليكم ورحمة الله. أنا جدا سعيد بالبروفيسور ناصر. نعم. البروفيسور ناصر هو من بكين. أستاذ اللغة العربية. ورجل أعمال من الصين. وأيضا سعد. اسمه سعد. بروفيسور ناصر تعلمت منه كثير من بعض المفردات اللغة العربية. وهو يحب امرؤ القيس. نعم. امرؤ القيس. يحب امرؤ القيس. من امرؤ القيس الى متنبي الى جاهز الى كثير من الشعراء والادباء. وهو الحين يلومني يقول لغتي العربية اساءت صح؟ نعم. اللغة العربية لم تتطور. اللغة العربية الفصحى كانت أفضل أول. كان أفضل عندما كنت دائما تتصل بي وتلتقي بي وهكذا. لغتك أصبحت حسنة الآن وتتقنة. والآن غير متقنة. والآن شوية بطية أحيانا تنسى. أنت لازم تتصل علي. وبرضو سعد هو في السفارة صح؟ لا أنا في الشركة. كان في السفارة. كنت في السفارة. كنت في السفارة. مدير العام. جنرال مانجر. كان المدير العام في شركة النور. شركة النور ما شاء الله اسم جميل. اسم جميل نور. هو نور كلكم. هو أعطى هذا الاسم للنور. هو سماه هو مدير العام. طبعا أنا أعرف بروفيسور ناصر كم 17 سنة. أنا كم؟ We know each other for كم يعني 17. كم أنا أعرفك. لا أنا أعرفك من 2003 صح؟ أنا التقيت عمري لا فوق 50 وأيام كذا وشهور. لا أنا أقصد إنه أعرفك. نعم. الآن أكثر من 15 سنة. نعم. We know each other أكثر. صحيح. من 15 سنة. صحيح. ما شاء الله. كم كان عمري؟ يوم أول ما تعرفت عليك كان عمرك 15 سنة. صحيح. والحين 30 سنة. أنا سعيد جدا برؤيته. جدا جدا سعيد. وقام بخدمات رائعة. الوالدة رحمة الله عليها كان هو المضياف كريم في تنسيقه وعلاقاته القوية في بكين مع مسؤولين كبار. أشكره. وأمي دائما تحب أن تتذكره رحمة الله عليها. أنا سعيد بوجودك. كلب ويقول ويصرخ. كيف يصرخ صرخات كلب؟ واو واو واو. أليس كذلك؟ الكلب جاء إلى هذا الدجال وأفراخه ويصرخ واو واو واو. خافت أفراخ واختفى وراء ريش دجاج. مفهوم؟ وراء ريش دجاج. قلقة مضطربة. ثم هذا الدجاج أيضا يصرخ بصوت أعلى من الكلب. الكلب يصرخ وام وام وام. الدجاج وام وام وام. في هذه الحالة هرب كلب لأن الكلب يظن هذا يصرخ الكلاب. الدجاج ليس الكلاب. هذا شكل ليس الكلب. لماذا هذا حيوان ليس كلب يصرخ؟ يا عبد الله يعني استعد لليمين. كلب. الدجاج أيضا وام وام وام. فخاف هذا الكلب ويظن أنه رأى حيوانا غريبا ليس كلب ولكن يصرخ مثل كلب. فخاف وهرب.
وخرج أفراخ من ريش رياش هذا دجاج خرج وبدأ يتمشون مع دجاج مع أمي. في هذه الحالة قالت أمه: هل تفهمين تفهمون وتعرفون لماذا أنا دائما أقول لكم يجب أن تتعلموا اللغات الأجنبية؟ الآن تفهمون أهمية دراسة اللغات الأجنبية، لأنه دجاج هو يصرخ كالكلب ويقول هذا صرخات كلب، هو لغة أجنبية واللغة كلب ليس لغة دجاج، ولكن تعلم صرخات كلب فخاف الكلب وهرب. فهمت؟ فهمت خالد؟ لم يضحك كثيرا. خالد هو يقول لك البروفيسور أهمية تعلم اللغات المختلفة. يدل على أن تعلم اللغة الأجنبية مهمة شديدة. صحيح. وأنا دائما أحكي هذه الحكاية للطلابي وأولادي وأقول: هل تعرفون أهمية دراسة اللغات الأجنبية من هذه الحكاية بين الكلب والدجاج؟ صحيح. ما شاء الله كويس. السلام عليكم ورحمة الله. الشكر الجزير لخالي متعب وعبد الله على الترتيب. وصلوا هذولا واحد بروفيسور من الصين، طبعا يتحدث اللغة العربية ورجل أعمال، أعجب بالمكان، أعجبوا أكثر شيء الخيمة، هم الحين يحاولون يصورون الخيمة. كتراثية مكان ما شاء الله جميل وهادي، نتمنى لكم إن شاء الله أفضل الأوقات وين ما تروحوا. رحلة برية. ها بروفيسور ناصر، ما رأيك؟ سوف نمشي بعد قليل لنوصلكم إلى الفندق، ما رأيك بهذه الرحلة؟ رائعة جدا جدا جدا. أنا إذا أعطيك درجة وأعطيك 200%. الله أشكرك، يعني أخذ ممتاز أو جيد جدا. شكرا شكرا يا بروفيسور. استمتعنا الحمد لله بصداقة بمودة بأكل لذيذ وبهذا الجو هذا المناخ أبو عظم لزمها بس يقول هذا المكان المريح ولا كل شيء فوق تصورنا. الحمد لله الحمد لله. أشكرك. شكرا على لطف وقبول دعوتنا. وأيضا أبو فهد يقوم بالواجب دائما، جزاه الله خير ونشكره 100%. وكلهم إن شاء الله.